الكل يعتقد اني استشهدت بس الامر كله كذبه، وبعد كل السنين صار لازم تعرفون. السلام عليكم. الكل يعتقد اني استشهدت بس الامر كله كذبه، وبعد كل السنين صار لازم تعرفون الحقيقه. بهذا المقطع ما راح اشرح لكم القصه كامله وشلون كذبوا فيديو اعدامي. كل هاي السالفه راح اكشف لكم اياها بالمقاطع الجايه. اريد هسه منكم توقفون وياي ونرجع نحكم العراق وترجع هيبه العرب. Anyone who is interested to know that we have no relationship with Al-Qaeda.